لنعمل على حل بعض الأمثلة عن حل المعادلات، وأنت سوف ترى أن المعادلات في هذا الفيديو لن تتطلب الكثير من الخطوات، لكنني في الحقيقة ما أريد أن أركز عليه هو ما يحدث في الواقع على المعادلة وما هو المنطق وراء الخطوات التي نقوم بها. ففي أول معادلة هنا لدينا X، سوف أعيد كتابتها. X زائد 11 يساوي 7، فهذا يخبرنا لدي هذه النقطة الصغيرة هنا، دعوني أمسح هذه النقطة، تلك النقطة الصغيرة هنا حتى لا تعتقد أنه يوجد عدد عشري هناك، هكذا أفضل. إذن عودة إلى المسألة، ماذا تقول هذه؟ إنها تقول أن عدد ما زائد 11 يساوي 7، وربما أنت قادر على حلها في ذهنك، أي أنه ماذا علي أن أضيف إلى 11 حتى أحصل على 7؟ بالتالي إنه سيكون عدد سلبي بالتأكيد، لكننا سوف نتعلم كيف نقوم بذلك بشكل منهجي. إذن ما نريد عمله هو أنه عندما نحل المعادلة فسوف تكون على شكل، عندما ننتهي X تساوي شيء ما، وهذا الشيء سوف يكون إجابتنا. سوف نعرف ما هو العدد الذي يحقق هذه المعادلة، والآن حتى نصل هناك ما نريد عمله هو فقط أن نجعل هذه الإكس على الطرف الأيسر من المعادلة، ولا نريد هذه الأحد عشر هناك، نريد أن نتخلص من هذه الأحد عشر بطريقة ما من الطرف الأيسر من هذه المعادلة، ولعمل ذلك لا نستطيع التخلص منها فقط على الطرف الأيسر. يمكنك، دعوني أقول فقط، يمكنك أن تطرح أحد عشر من الطرف الأيسر من المعادلة، ولكن هذه عبارة عن معادلة، أي شيء تفعله على طرف ما من المعادلة عليك أن تعمله على الطرف الآخر من المعادلة. إذا كانت X زائد 11 تساوي 7، فإن X زائد 11 ناقص 11 لن تساوي 7 بعد الآن، بالتالي عليك أيضا أن تطرح 11 من 7، الآن تصبح متساوية. تذكر، أريد حقيقة أن أشدد على ذلك، فأنا أريدك حقيقة أن تفكر حول ما تعنيه هذه المساواة، حيث أن المعادلة تأتي من فكرة التعادل، أي أن هذا يساوي هذا، أي أن هذان الشيئان عبارة عن كميات متعادلة. الآن حتى تبقي هذه المساواة صحيحة، فإن أي شيء أفعله لهذا، إذا طرحت 11 من هذه الكمية، فإنه حتى تبقى المساواة صحيحة علي أيضا أن أطرح 11 من هذه الكمية هنا، حيث X زائد 11 و7 متساويان، فهما أيضا متساويتان بعد أن أطرح منهما 11. الآن لنركز على الطرف الأيسر، سالب 11 زائد X زائد 11، سالب 11 زائد 11 سوف يلغيان بعضهما، 11 ناقص 11 يساوي 0، فسوف يتبقى لديك فقط X تساوي 7 ناقص 11، 7 ناقص 11، يمكنك أن ترسم خط الأعداد إذا رغبت بذلك. إذا رسمنا خط الأعداد هنا، 0 1 2 3 4 5 6 7، و7 ستكون هنا، وإذا طرحت 11 من ذلك فسوف تعود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، هذا يوصلك إلى سالب 4، بالتالي 7 ناقص 11 تساوي سالب 4. هذه هي المعادلة الأولى. الآن لدينا 7 ضرب رقم، هذه مسألة جديدة، 7 ضرب عدد ما X يساوي 21، هذه ستكون X مختلفة عن هذه هنا. إذن مرة أخرى، كيف نصل إلى الشكل X تساوي شيء ما؟ تذكر، حصلنا على X تساوي شيء ما، كيف وصلنا إلى ذلك الشكل؟ دعوني أعيد كتابة المسألة. إذن 7 ضرب شيء ما تساوي 21. حسنا، إذا كنت سأضرب يمكنني أن أفكر بطريقتين. إذا قسمت 7 ضرب X على 7،
فماذا سوف يتبقى؟ إذا قسمت ذلك على 7 فماذا سيتبقى لي؟ حيث 7 ضرب شيء ما مقسومة على 7 سوف تكون ذلك الشيء، فهذه سوف تنتهي بـ x، لكن إذا عملت ذلك على الطرف الأيسر من المعادلة فعلي أن أعملها على الطرف الأيمن من المعادلة. تذكر 7x يساوي 21، إنها نفس الشيء مثل 21، وحتى يبقى هذا مساو لذلك عندما أقسم الطرف الأيسر على 7 علي أيضا أن أقسم الطرف الأيمن على 7، وعندما أعمل ذلك 7 ضرب x مقسومة على 7 إنها فقط سوف تكون x، ثم 21 مقسومة على 7 ستكون 3. إذن حل هذه المعادلة سيكون x تساوي 3، ويمكنك التحقق منها. خذ 3 ثم أدخلها في تلك المعادلة، 7 ضرب 3 بالتأكيد 21. نفس الشيء هنا، خذ x تساوي سالب 4، سالب 4 زائد 11 هي نفس الشيء كما 11 ناقص 4 وهي بالتأكيد 7. لنعمل على حل هذه هنا، هذه تبدو أكثر صعوبة لكننا سوف نرى أنها ليست بسيئة. إذن لدينا 5x على 12 تساوي 2/3. كيف تستطيع أن تعزل الإكس هنا؟ يمكننا أن نقسم أو نضرب حتى نعزلها. حسناً، ماذا لو كنا سنضرب كلا طرفي هذه المعادلة ضرب 12 على 5؟ ماذا سوف يحصل؟ فإذا ضربت الطرف الأيسر ضرب 12 على 5، ليست 12 على 2، إنها 12 على 5. تذكر أي شيء تفعله على طرف من المعادلة عليك أن تفعله على الطرف الآخر من المعادلة، فإذا ضربت الطرف الأيسر ضرب 12 على 5 علي أن أضرب الطرف الأيمن ضرب 12 على 5 حتى تبقى المساواة صحيحة. ولكن لماذا اخترت 12 على 5؟ لأنني أردت أن أختار رقم يحذف بشكل كامل مع 5 على 12، صحيح؟ لدي 5 على 12 هنا، و 12 على 5 ضرب 5 على 12، ال 12 تحذف والخمسة تحذف ويبقى لديك فقط x، بالتالي تحصل على x تساوي 2/3 ضرب 12 على 5. يمكنك أن تقسم 12 على 3 وتحصل على 4، ويمكن أن تقسم 3 على 3 وتحصل على 1، بالتالي تحصل على 2 ضرب 4 تساوي 8 على 1 ضرب 5 وهو 5، بالتالي x تساوي 8 أخماس. الآن يمكن أن تقول حسناً، هنا قسمت على 7 وهنا ضربت بمعكوس المعامل، كيف أعرف ماذا سأفعل؟ والجواب هو أنه يمكنك أن تفعل أي من ذلك، يمكنني أن أحل هذه المسألة بتلك الطريقة. لقد بدأت بـ 7x يساوي 21، وبدلا من أن أقسم على 7 يمكنني أن أقول سوف أضرب بمعكوس 7، بالتالي يمكنني أن أضرب بمعكوس 7 على طرفي المعادلة، وهذا مكافئ للقسمة على 7، يمكنك أن تتحقق منها. عندما تضرب بواحد على 7 هذا نفس الشيء تماما كأن تقسم على 7، بالتالي إذا حللت هذا فهؤلاء سوف تلغيان بعضهما، فهذه 1 على 7 ضرب 7 على 1، 7 تحذف وتحصل على x تساوي 21 على 7 وهي تساوي 3. ونفس الشيء هنا، لدي 5x على 12، دعوني أكتبها بهذه الطريقة، يمكنني أن أكتبها كـ 5 على 12x تساوي 2/3، هذا نفس المسألة تماماً، أنا فقط أفصل الـx قليلاً، حيث أن 5 على 12x هي نفسها 5x على 12. الآن هنا يمكنني فقط أن أقول دعوني أقسم الطرفين على المعامل 5 على 12، حيث يمكنني فقط أن أقسم على 5 على 12، أقسم على 5 على 12
ولكن ماذا يعني أن تقسم على 5 على 12؟ هذا نفس الشيء مثل أن تضرب ب12 على 5. القسمة على كسر هي كالضرب بمعكوسة، بالتالي هذا وهذا لهما نفس العمل، سواء قسمت على المعامل، سواء قسمت على المعامل كما فعلنا هنا، أو سواء ضربت بمعكوس المعامل، فأنت تقوم بنفس العملية تماما. الآن دعونا نقوم بحل بعض المسائل الأخرى، وهذا فقط حتى أبين لكم أن المتغير ليس دائما X، ويمكننا أن نجد حل Q، ويمكننا أن نجد حل Z، ويمكننا أن نجد حل S، يمكننا أن نجد حل أي شيء. إذن دعونا نحل هؤلاء بالأسفل هنا. إذن لدينا، سأقوم بإعادة كتابتها، لدينا Q ناقص 13 تساوي سالب 13. إذن مرة أخرى نريد أن نعزل لـ Q، نريدها أن تكون Q تساوي شيء ما، ثم سنكون قد أوجدنا حل المسألة. إذن كيف نستطيع أن نعزل لـ Q؟ كيف نتخلص من هذه 13؟ ماذا لو جمعنا 13 لطرفي هذه المعادلة؟ إذا أضفت 13 لطرفي المعادلة، أو أنا أضيف 13 لأنني أضيف 13 إلى سالب 13، أو ناقص 13 هنا، فسوف أحصل على 0، بالتالي الطرف الأيسر من المعادلة سوف يصبح Q. ثم ماذا سيكون الطرف الأيمن؟ ذلك وذلك يحذفان، وعلى الطرف الأيمن سالب 13 زائد 13 يساوي فقط 0. إذن الحل سيكون Q تساوي 0، ويمكننا التأكد منها. 0 ناقص 13 بالتأكيد يساوي سالب 13، إنها صحيحة. في الواقع نسيت أن أفحص هذه هنا، دعونا نتأكد منها. الشيء المسلي حول الجبر الخطي أنه يمكنك دائما التأكد من إجابتك. حصلنا على أن X تساوي 8 أخماس هنا، دعونا نتحقق من الإجابة. إذن 5 على 12 ضرب X ضرب 8 على 5 ماذا يساوي؟ الخمسة تحذف، ويمكنك أن تقسم 8 على 4 وتحصل على 2، يمكنك أن تقسم 12 على 4 وتحصل على 3، إنها تساوي 2/3. بالتالي نستطيع التحقق، هذا هو الشيء الرائع حالما تحصل على إجابتك. يمكنك دائما أن تتأكد إذا كان لديك الوقت الكافي من أنك حصلت على الإجابة الصحيحة. دعونا نحل هاتين المسألتين. لدينا Z زائد 1.1 بالعشرة تساوي 3.0001. مرة أخرى نريد أن نتخلص من هذه 1.1 بالعشرة على الطرف الأيسر، وأفضل طريقة لعمل ذلك أستطيع أن أفكر فيها هي أن أطرح 1.1 بالعشرة من كلا الطرفين، أو أن أضيف سالب 1.1 بالعشرة كيفما أردت أن تفهمها. إذا عملتها على اليسار علي أن أعملها على اليمين، غير ذلك فإن المساواة لن تبقى صحيحة. إذا كان هذا يساوي هذا، فمن أجل أن يبقى الطرفين متساويين، أي شيء أقوم به على اليسار علي أن أعمله على اليمين. دعونا نرى، إذا طرحت 1.1 بالعشرة من زي زائد 1.1 بالعشرة، فإن هذا الاثنان يحذفان، ويتبقى لدي زي تساوي 3.0001 ناقص 1.1 بالعشرة ناقص 1.1 بالعشرة. إذن هنا علينا أن نقوم بعملية طرح للأرقام العشرية، ذلك من الممكن أنه أصعب جزء من هذه المسألة. إذن 3.0001 ناقص 1.1 بالعشرة، علينا أن نرتب الأرقام العشرية، ناقص 1.1 بالعشرة فقط هكذا، ويمكننا أن نضيف بعض الأصفار هناك حتى نجعلها أوضح. ودعونا نقوم بالطرح، 1 ناقص 0 يساوي 1، و0 ناقص 0 يساوي 0، 0 ناقص 0 يساوي 0. الآن 0 ناقص 1 لا يجوز، إذن لا يمكننا أن نطرح، يمكننا أن نستقرض، بالتالي هذه تصبح 10، وهي حقيقة 1 بالعشرة.
وسوف نأخذ واحد من هنا، بالتالي تصبح اثنان، صحيح؟ نحن نستقرض من الثلاثة ونجمع للأرقام، نأخذ واحد كامل ونضعه في الموقع العاشر، ويصبح 10 أعشار، بالتالي 10 ناقص 1 يساوي 9، لدينا الخانة العشرية، ثم 2 ناقص 1 يساوي 1، بالتالي الإجابة هي أن زي تساوي 1.9001، ويمكننا التحقق من ذلك. ماذا تساوي زي زائد 1.1 بالعشرة؟ ماذا تساوي زي زائد 1.1 بالعشرة؟ دعونا نجمعها، نحصل على 1.00 ثم 9 زائد 1.0 وباليد 1، وواحد زائد واحد زائد واحد يساوي 3، نضع الخانة العشرية ونحصل على 3.0001. ذلك كان مراجعة جيدة لطرح الأعداد العشرية. حسنا، لدينا هذه المسألة الأخيرة، 21S يساوي 3. مثل ما قلنا يمكننا حلها بطريقتين، وهما حقيقة نفس الطريقة، حيث 21 ضرب رقم ما تساوي 3. حسنا، ماذا يحدث إذا ضربنا الطرفين ضرب 1 على 21؟ إذا ضربنا كلا الطرفين ضرب 1 على 21، ضرب معكوس المعامل، المعامل هو الرقم الذي يقع أمام المتغير أو الذي يضرب بالمتغير. حسنا، 1 على 21 ضرب 21 يساوي فقط 1، بالتالي نحصل على S تساوي 3 على 21، وثلاثة على 21 هي نفسها 1 على 7، ويمكننا التحقق من ذلك. ماذا يساوي 21 ضرب 1 على 7؟ إنها تساوي 21 على 7، أو 21 مقسومة على 7 وتساوي 3. وحتى نصل إلى النقطة الأساسية، يمكنني أن أحل هذه المسألة بدلا من أن أضرب ب1 على 21. لنرى، 21S تساوي 3، أن نضرب ب1 على 21 هو مكافئ تماما، لأن نقسم الطرفين فقط على 21، بالتالي هذان يحذفان وتحصل على S تساوي 3 على 21. S تساوي 3 على 21 وهي نفسها 1 على 7. أتمنى أنكم وجدتم هذه الأمثلة مفيدة.